الجامعه الامريكيه اللي عم يتقدم بفرق نقطه بالوقت الحالي. ويلي للميل الثاني لتوني ميتشل بياخذ الشوت. توني ميتشل ما بقول شو السهل كبير يلي كان عنده اياها. اللاعب السوري محمود تراب اللاعب رقم 7 الى ارض الملعب من ناحيه الفريق المضيف ويلي وارن لتوني ميتشل. ويلي ويلي راح ياخذ الاتمت عن الارك ما بيسجل بلا بيسجل. ويلي وارن اليوم بالاوتسايد جيم موفقين. هو مونغومري المره عم يخسرها والفاست بريك السريعه والايزي لاي اب لا الايزي دانك بالنسبه لجابرييل. ثلاث نقاط جديده لفريدي لي 104-72 وايضا جيسون صوفان صار رصيده 13 نقطة. جيسون وايضا حلو كثير حلو كثير من مالك عم يهدي اليوس عم يهدي اليوس سعد.